الطموح والحلم عشان يترجموا على أرض الواقع لازم يكون وراهم مجهود كبير جدا ووقت كبير يعني اتخصص لتحقيق هذا الحلم. الجهد ده بيبذله الشخص اللي عنده حلم عايز يحققه أو عنده هدف عايز يوصله. بنشوف نماذج في الحقيقة إيجابية كتيرة جدا، لكن لما يكون عندنا نموذج من ذوي الهمم قادر إن هو يقهر كل الصعاب ويبهر الجميع بمهاراته كمصمم جرافيك مميز، لازم هنا بقى نقف ونتكلم عنه ونحكي قصته للناس كلها. احنا معانا نموذج على الهواء دلوقتي يا بسنت، حاجه كده تفرح وتشرح القلب، نموذج يستحق كل التحيه وكل التقدير، بالاضافه ان هو مصمم جرافيك مميز جدا، هو لاعب بارا تايكوندو، استحوذ على ميداليه ذهبيه بالبطوله العربيه وبطوله السكواش او بطوله اسكندريه عفوا المفتوحه في 2023، ومحتاجين نعرف وصل لده ازاي؟ يعني بالرغم من الصعوبات اللي واجهها قدر يبقى مميز في مجاله كمصمم جرافيك، وايضا حاز على الميداليه الذهبيه في البارا تايكوندو. معانا على الهاتف الكابتن رضا شوقي الحائز على الميداليه الذهبيه في لعبه البارا تايكوندو. بنصبح عليك وبنقول لك الف الف مبروك يا كابتن رضا. الله يبارك في حضرتك. اولا عاوز اقول صباح الخير على حضرتك وعلى حضراتكم جميعا وعلى الشعب المصري العظيم وعلى القياده السياسيه وعلى رأسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثانيا عاوز اشكركم على المداخله الهاتفيه الجميله دي. صباح الخير، احنا فخورين بيك يا كابتن رضا، وعايزين كده في البدايه تحكي لنا اصل الحكايه، بدايه الحكايه بدات ازاي مع اللعبه اللي ناس كتير ممكن ما يعرفوش عنها، البارا تايكوندو. اولا كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم دعم والدتي ليا، لان هي بتبقى معايا في كل حته في المحافظات والانتقالات يعني عشان البطوله. ففي مثل بيقول وراء كل رجل عظيم امراه اعظم، فوالدتي هي المرافق وهي كل حاجه في حياتي. وراء كل رجل عظيم ام عظيمه. وثانيا عاوز اشكر مركز شباب انشطه الرمل برئيسها كابتن ابراهيم السني والمديرها محمد ابراهيم سعد، وطبعا مديرها الفني اللي هو المدرب الشخصي الكابتن مصطفى بكري، صانع الابطال، انا بلقبه بصانع الابطال لان في كذا بطل او بطله كمان غير رضا، بس مش من ذوي الهمم، بس في ابطال كتيره يعني مش اول مره يعمل ابطال محليين ودوليين يعني. رضا انا ببارك لك في البدايه وببارك لمامتك كمان اللي وقفت جنبك وكانت يعني بتشجعك دايما. وخلينا نتكلم عنك بقى، لان احنا النهارده بنحاول دايما نوصل رساله تفاؤل لكل حد بيتفرج علينا. انت لو انا مش غلطانه عندك متلازمه الاطراف الاربعه، ودي ما كانتش عائق ليك، يعني حابين انك تكلمنا الاول عن المتلازمه دي وازاي انك تحديت ده وحققت حلمك. بره مصر التصنيف الدولي او التصنيف اللي هي في الامم المتحده والمنظمات المعتمده اللي هي اللفظ المعتمد يعني اسمها متلازمه الاطراف الاربعه. متلازمه يعني المولود بدون اطراف هي اسمها متلازمه. اما جوه مصر اسمها بتر في الاطراف الاربعه، لان انا عامل كشف طبي وكارت الخدمات المتكامله. فطبعا أنا قبل 2020 وقبل أصلا 2018 طبعا عايز أشكر القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه دعم ذوي الهمم أولا بالقانون بتاع 2018 اللي له مميزات كتيرة، ثانيا بالدعم المعنوي. أنا بتكلم على جزئية مهمة اللي ادتنا الدفعة اللي هو الحفلات وإن ذوي الهمم بيطلعوا في سواء في التلفزيونات بشكل يليق او في الحفلات وكده، وغير الدعم الاخر وكافه انواع الدعم. فانا قبل 2020 ما كنتش بعمل حاجه، بس كنت مصمم جرافيك. بعد 2020 بقى وبعد حاجات صعاب كتيره واجهتها قلت انا لازم ما ينفعش النهارده زي امبارح زي بكره يوم يبقى طبيعي او يوم يبقى عادي، لازم اضيف نفسي يعني. يعني انت بدات بعد 2020 البارا تايكوندو؟ لا انا ده دي بدايه اللعب اللي هو رفع الاثقال.
كرفة الأثقال، ويمكن قبل 2020 كمان. كان قدامي جيم يعني قدام بيتي، وأنا بحب رفع الأثقال، بس كل ما أجي ألعب يقولوا لأ عشان خايفين عليا، طبعا الحديد والبار وحاجات ممكن تقع عليا اللي هي السحب والحاجات دي، فكانوا خايفين عليا. أنا طبعا تحديت نفسي وتحديت نظرة المجتمع اللي هو أنا كسرت التابوت. جميل. فأنا قلت إيه اجرب واحاول اشيل اوزان خفيفه وكده، اندهش وبيا. وكان قدامي مدرب كابتن محمود هشام ابو زياده في الجيم قدام بيتنا يعني، فقلت العب وكده، ابتدى بقى يدعمني. وكان برده ما كنت مع محمد عبد فتحي عبد الوهاب، كان برده ماسك الصاله مع الكابتن يعني، بس هو صاحب صاله الكابتن محمود هشام ابو زياده. فقعدت العب جميل. لحد ما ايه عشان احنا شايفين معاك الصور يعني. على الهواء شايفين دلوقتي الصور على الهواء وانت بتحمل الاثقال، وكمان صور الشهادات والميداليات اللي حصلت عليها في رحله اللعبه الخاصه بالبارتايكوندو. عايز اسالك بقى اشمعنى تحديدا البارتايكوندو، واحكي لنا بقى البدايه كانت ازاي، يعني اول ميداليه حصلتها كانت ايه، وصولا للمشاركه في البطوله العربيه وبطوله اسكندريه المفتوحه 2023. البدايه من زمان تقريبا، زي ما انا قلت بدايتي انا الحقيقيه اللي هي 2020، يمكن قبل كده في رفع الاثقال قبل 2020، انا مش فاكر بالظبط تاريخ رفع الاثقال، ولكن بعد 2020 كنت انا مثلا كان في موقف مع حد، واحده ما متنمره جت عدت عليا ضربا، انا الحمد لله قدرت اصد وقدرت اضرب في المقصم او الكف، تحت كف الايد مباشره. فانا قلت ما ينفعش يكون مثلا حد ما يقدر يضرب او يجي يتعدى عليا ضربا تنمر يعني، فانا اكون ايه يعني ما اقدرش اصد، خصوصا انا شخص كبير الحمد لله ماليش اعداء الحمد لله، وماليش اي حد ايه متنمرين الا عدد قليل او الناس دماغها تعبانه يعني. فكرا يعني انت من موقف صعب حصل لك قدرت ان انت تعمل نجاح كبير قوي قوي، يعني يا رب البنت دي تبقى بتتفرج علينا دلوقتي عشان نقول لها يعني ما يصحش ابدا اللي انت عملتيه ده، لكن انت خليتي يعني رضا من انجح الناس اللي احنا فخورين بيهم، وعشان كده هو معانا النهارده في البرنامج. احنا فخورين بيك يا رضا جدا، وبنشكرك على مكالمتك وعلى مجهودك الكبير اللي انت بتعمله، ومستنيين دايما نشوفك في احسن المراكز يا رب. رضا شوقي الحاصل على ميداليات ذهبيه في البارا كوندو، ألف شكر ليك. ألف شكر ليك يا رضا، وألف مبروك مرة تانية، وبنحييك وفخورين بيك زي ما بسنت بتقول دايما كده، بتحصد ميداليات ذهب وبتشارك في بطولات مصرية وعربية وكمان عالمية.